استفريطه اكبر وحده غدرتني. الله يلقى لكم يا البراش تاع تفتاش. ايه يا ليام شحال تبدلات. انت يا ابن النعناع. اسمع 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 الاخوان اسمع الاصدقاء. والله عاين عاين تشوف واحد اللعيبه كشكوشه. الله يعطيك السر يبقي عليك السر الله. الاصدقاء باش ما ننساش راه وليت كنحط ريلزات في انستغرام. الا بغيتو تلاحوا عندي الانستغرام ها الانستغرام هي اجو عندي كاملي. المهم راه هاد ما توليش كنزعم الصراحه كنبغي نفوكسي عليها وكنبغي ندير لها ريلزات ونبقى حتى هي نحط فيها فيديوهات حيت عرفتي شحال من عام ما كنحطش فيها فيديوهات بحال يوتيوب وفيسبوك ولكن دابا قررت انني نبقى نحط فيها فيديوهات. المهم ها هي الانستغرام اجيو عندي كاملين تما وتا بغيتي تسول على شي حاجه ولا تهضر معايا تما تنكون اكتيف بزاف تكون بزاف تما في انستغرام. المهم ها الانستغرام هي قدامكم اجيو مرحبا بكم كاملين ونبداو الفيديو على بركه الله يتوب عليكم. توقع لي شي حاجه غنجمع حب وتبان. لا وجه الله لا لا اغيط 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 والله اقسم بلا اله الا الله اللي بغى يوقع لي انا يوقع لي. توقع لي شي حاجه غنجمع حب وتبان حب وتبان كلشي غيتجمع كلشي غيتقال كلشي غيتفضح. مشى الاخوان مشى الله يخليني الله يخليني يا اخو مشى. انا تخلعت هاتينا صاحبي انا راه غير فيديو غير الشوفه ديالك النظره ديالك الكلام ديالك ديك النظره كيفاش قلتيها خلعتينا. انا تخلعت انا عارف راسي بلي بعيد عليك ولكن تخلعت خفت تمشي تخرجني من ليكرون تصرفقني وتمشي. الهيبه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى اخوان توقع له شي حاجه توقع له شي حاجه بربي حتى ندوزو الفيديو اللي جا. انا ما نهضرش والله ما نهضر بالله. استغفر الله زعما كده قالت لها امي شدي لي التليفون راه كنتأزم في والله ديري لنا موسيقى حزينه وتقولي صحابتي يغدروا صعب على اسف الفيديو ما كملش بخير ولا خير. مال هادي دابا انا شاد التليفون هكا ياك وانا فيا ولكن التليفون شتو فيك هو نورمالمون خص يكون التليفون هكا حيت هذا كترعد التليفون علاش اليد هادي كترعد وهادي لا هادي شاد التليفون ما خصوش يترعد ستابيليزاتور ولكن هذا كيترعد وقيل لا خص يكون هكا باش تكون واقعيه اكثر اختي باش تكون واقعيه اكثر كان خصك التليفون يديرها التليفون ما هكا حيت انت مستريسي وانت يد اختي يد كترعد ربي اللي بغات طير بوحدها والتليفون فيكس مستابيليزي لا ما جات والله ما جات بالله. ايه يا ليام شحال تبدلات شحال هذه كانت الحشمه والحياه وكان الراجل الراجل وكانت المراه مراه شوف تبارك الله كي كانت المراه حانيه الراس دايره للتم وحانيه الراس تبارك الله الاخوه ديال الراجل ايوا شو كليسا وكذا الراجل مخبع دابا ولات الغيره على الراجل تقلبات الايه شو تبارك الله الكليسه والوقفه الله يسهل على الجميع. وشوف تعرف فين وصلت بيه بواحد اشرب قهوه شو خلى القهوه شو هز معاه كارطونه شو واش هز فيها شو رب العاليه وانت فين ولينا هذه البلاد عايشين فيها ولا شنو هي يا وامي انت شارب قهوه وجاي بحجره والله الا كالي تعود ما لا اله الا الله صافي. واد الحرام والله العظيم حشومه صافي كاع اللي كيدي الكارسون عرق كتاف وحشومه صافي السيد كيقيل نهار كامل وكيضرب تماره تجي انت تدي له ولكن شوف راه حتى النصاب والشفار تبارك الله كيبتكروا كي دائما مطورين مع الوقت هو نصاب ابتكر واحد الطريقه جديده ديال النصب خدم دماغه ودار كارطونه فيها حجره انت الكارسون شاف خونا راه حط الكارطونه احقا راه خرج غير يضرب التليفون ولا شي لعبه مشى مسخوط والله الا مسخوط نصاب خلينا كلو ديو في هاد العواشر تشربها اما بغيت ندعي فيك العواشر هادي ولكن ما تديش للسيد رزقو حشومه اغيط والله اجي عندي قول لي راه ما عنديش باش نشرب قهوه غادي نجري عليك وانا مالي. اقسم بالله بجلاله الرحمن
صفريطة أكبر وحدة غدرتني وطعنتني في ظهري ودات لي واحد الحوايج خايبين عبرات عليك اللي قلتهم لكم ما يمكنش حتى يمكن تبلوكيوها كاملين. لا ولكن انا شنو نقول لكم، هذيك السيده كانت عشره بيناتنا وكانت خطبه، كنت انا معاها من الاولين. صافي بركه غادي تبقى تعاود لنا انت يا الفيلم، كنتي معاها ودارت لك وفعلات لك وتركات لك، تستاهل. وشنو بغيتينا نديرو، نمشيو كلنا ولد الشنويه؟ تردنا على خر ايامنا ورمضان قرب ما حشمتيش. سير تكمس الله ين... سير تكمس، راه ما بغيتش نقولك شي هضره. خالف تعرف والناس واقفين دابا، راه تلقى دوك الامهات اللي انت مصوره ولادهم ما تيقدروش يحطوا التصاور ديال والديهم في انترنت، ولا مشى حط التصويره ديالو هو وامه تيدير عليها شي ايموجي ولا تيغطي الوجه، ولا تجيتي انتيا جابده فيديو وكتصوري الوالدين ديال عباد الله باش حنا نصفقوك. برافو والله الا هنيئا لك، زعما صراحه هنيئا لك، برافو. عليا البراش بالحجر غادي بحدا واحد التيران كيلعبوا وتنسمع فر ما تفر الحجر مريو كابر وسط منهم. الله يلقى لكم يا البراش تاع تفتاش، جراو عليا البراش بالحجر والله. هذوك ما براش، هذوك رجال بالفطره، هذوك هما الرجال. شافوا واحد فيه فاحشه دايز بداو عليه ما تصط، هذيك راه غير رجله بالفطره. انت خيمو منين كتقيل كتلوز في التيك توك والموزون والشوها وكذا وبغيتي الناس تحترمك، يا هذا الرجل طيب واش بغيتي الناس تدوز محداهم يحترموك؟ ابدا. شو نزار، شو ديك الطبقه كامله كيدوزو مخبعين مخبعين عندك يشوفوني، ولكن بلا ملي يحترم راسو راه كيدوز في اي بلاصه الناس كتحترمو. خويا بخير الله يحفظك الله يعاونك. نفطر علي ما هو يحق عليك. راه عندي عذر، عمري 21. عندك عذر 21؟ عمري 21. 21 حق عليك راه رمضان. 75 years later. انا ما يقلقنيش رمضان، نفطر نهار الاول نهار الثاني. صراحه والله العظيم الا كتبقاو فيها زعما الناس ديال توز بطبيعه الحال راه ماشي كلشي، راه التوانسه ماشي كلشي كيفطر، كاين تبارك الله الناس اللي كتصوم وفري كتصوم نيشان ومتقي الله، ولكن الدوله ديالهم الدوله طالقين اللعب، لي ريستو محلولين بنادم كياكل في الزنقه. وراه شوف ملي غادي تبقى تحل الريستورات وغادي تبقى تحل القهاوي في رمضان وكذا، هاد العام هذا العام الجاي موراه كذا، هذوك الجيل اللي كيطلع كتبقاش القيمه ولا الحلاوه ديال رمضان، دونك تيولي عادي يفطر وكذا عادي، وكنوصلوا للنتيجه اللي واصلين لها دابا التوانسه. سلام يلا اريديك اكيديك اريديك نجري انا وياك. واش كون كون شلنا وياك وانا ما ديريش هكا، وانا ما ديريش هكا، جي عند البير وما تفهم بيه ما ديريش هكا، ما تبقاش يا ربي الله يخليكم من هامي. صراحه راه ياك نصيب الاخوه، دابا بنادم كيدير راسو عرج ولا كيدير راسو مرس ولا وكيستعطف الناس، على غادي نشوف واحد بحال هكا صحيح فصيح كذا، واجي عندي صحيح فصيح، الا عطيتك شي حاجه نعطيك حيت هذا صحيح فصح، ولكن ما تستغلش العاطفه ديال الناس ودير راسك مقطوع عليك الرجل ولا مقطوع عليك اليد باش يتعاطفوا معك الناس ويدوروا معك. هذا هكاك راه كتنصب على بنادم. راه كاين اخويا شحال من واحد ما قادرش يقول لك اعطيني، شحال من واحد نفسه حاره وواصله ليه حتى العظم وما يجيش يقول لك اعطيني، وكاين شحال من ارمله ما ميت لا الراجل عندها الاولاد ها وكاتبه لك، اللهم فهاديك بعدا اللهم في هذوك الناس. دونك هذا خصو يمشي للحبس الاخوان، هذا خصو يمشي للحبس بالرجوله. خوتي الى هنا ينتهي الفيديو، جميل تهلاو في ريوسكم، معدونا ان شاء الله الحلقه الجايه يتوب عليكم.